فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: إن لي جار باب بيته مقابل لباب بيتي، وبيننا صالة، ولكن زوجته دائما ما تؤذينا بترك الكراتين والسجاد القديم أمام باب منزلي. لي جار، يقول لي جار باب بيته مقابل باب بيتي، وبيننا صالة. صالة؟ نعم، صالة درج. يقول يقول صالة درج. صالة من هيلو، ظن في عمارة، الشارع فيه صالة، لأن في نهاية السؤال يذكر شقتها عقب، ظن في عمارة. المهم اللي ذكر أنه المهم حفظك الله، يقول تؤذيه امرأة جاره ويريد أسلوبا شرعيا حتى لا يأثم بالنسبة لهذه الأذية. بلغ زوجها يمنعها من الأذية. نعم.